موسيماني يبدأ تصحيح أخطاء الأهلي عقب خسارة السوبر المحلي، بيعالج طبعا الأخطاء زي ما أنتم عارفين أن بيتسو موسيماني دائما ما يعالج أخطاء اللاعبين عن طريق الفيديو، عن طريق المحاضرات النظرية وعن طريق الفيديو، وبيوري اللعيبة أنت أخطأت هنا وأنت عملت هنا وكان المفروض تيجي هنا أو هنا، وبالتالي الأمور هتبقى جيدة جدا إن شاء الله.